يا ترى ايه اللي حصل النهارده وخلى الدولار يعيش ليله صعبه؟ وايه مصير سعر العمله الخضراء بدايه من بكره؟ وايه تاثير اللي حصل النهارده على الاسواق والعملات وسوق المال والذهب؟ تعالوا نشوف مع بعض كل الحكايه. بانكير نبض البنوك. في عالم المال والاعمال والبورصات والبنوك، الأخبار الحلوة دايماً بيكون لها أثار جانبية إيجابية على السوق، على عكس الأخبار السلبية واللي بتقلب حال الأسواق وترفع الأسعار وتخلق الفوضى بشكل كبير، وده اللي بيحصل في كل سوق. ولو فاكرين لما كانت تطلع أخبار سلبية عن الاقتصاد المصري كان الدولار سعره بيولع في السوق السوداء، وكمان الذهب كان بيقفز مرة واثنين وثلاثة في اليوم، وبعدها أسعار السلع كانت بتجري مع نفسها. وحصل العكس طبعا لما الأخبار الحلوة بدأت تهل علينا وعن اقتصادنا، ساعد صفقة رأس الحكمة والدولار وانهياره من 73 جنيه إلى 47 جنيه، ولسه كمان مكمل وبينزل، وده خلى السوق السوداء تنتهي والأسعار تنزل بشكل كبير، ولسه هتنزل في كل أماكن في الفترة اللي جاية. القصد من اللي قلناه ده ان الدولار مرتبط سعره بالاخبار الكويسه او السلبيه، وده بقى اللي حصل النهارده، لان الحقيقه اليوم كله النهارده اخبار ايجابيه، وده فرض نفسه على سوق الصرف ومتوقع يتفاعل معاها خلال الساعات اللي جايه. اللي حصل ان الدكتور محمد معيط اعلن النهارده ان مصر هتستقبل حوالي 30 مليار دولار مره واحده خلال الفتره اللي جايه من برنامج الطروحات الحكوميه. كمان مصر استلمت امبارح 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ده غير الأخبار الحلوة عن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي لمشروعات صناعية هتكون إضافة كبيرة ومهمة للاقتصاد المصري. كمان ظهور بيانات دولية بتأكد على قوة الاقتصاد المصري، زي مثلا ترتيبها في القارة الإفريقية واحتلالها المركز الثالث في إفريقيا في إجمالي الناتج المحلي، وكمان احتلال مصر المركز الثاني في نمو احتياطي الذهب في المنطقة، وغير أخبار كتير تانية ليها علاقة بالاستثمار المباشر، زي مثلا إعلان مجموعة سعودية عالمية على ضخ مليار ونص دولار استثمارات في أحد مراحل مشروع راس جميلة في شرم الشيخ. نرجع للأهم وهو تأثير اللي حصل النهاردة من أخبار حلوة على أسعار الدولار. أكيد زي ما قلنا الأخبار الحلوة بتزعل دايما الدولار وبتنزل بسعره، ومتوقع من تداولات بكرة الصبح في البنوك سعر الدولار هينزل وبشكل كبير كمان، لأنه جزء من الطلب عليه بيكون ليه علاقة خاصة بالتدفقات الدولارية واستدامتها، واللي حصل بيقول إن مصر لسه هتستقبل مليارات تانية من الدولارات على مدار الوقت اللي جاي، ودي فرصة من ذهب لصعود الجنيه. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير نبض البنوك.